قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كتسب قاسو واللي يشوفها في زمان ويقول ده حقيقي ولا ده شيء مسحور، رفعه بتشيل أوزان بمهارة، ونافورة وسواقي دوارة، ده مهندس متخصص موهوب في الميكانيكا شاطر وصبور، عالم نبغى وخياله فسيح، يصنع ساعة بشموع بتسيح، وكمان ساعة على شكل الفيل لها صوت تنبيه بالمية تدور، وشوية عليه مهما نقول عنه أو نوصف حجم نبوغه فنه، ده صنع إبريق لو تشرب منه بيزقزق في غطاه العصفور، وكتاب الحيل اللي اسمه الجامع بين علم وبين العمل النافع، ورسم وشرح في كل آلاته علشان يهدي للدنيا النور، أفكاره طورت اختراعات قالوا عنه إنه أبو الروبوتات، ساب للعالم أعظم رسومات، وكأنه وضع في الأرض بذور، وكأنه وضع في الأرض بذور. بوابة الكنزي، علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.